يسعد اوقاتكم. طال اليوم ما نعفيه، انا قصدت طول هيك لسببين. اول سبب لإلكم انه ما حدا في يميني، لاني انا بحترم الكل وبحترم حالي. اللبس ما بيحدد احترام الانسان، مضمون الانسان اللي بيحدد احترامه. انا ما هنت حدا، ما جيت صوب حدا، ورح ضل محترمه الكل. ما بأيد ارائكم بس بضطر احترمها. بتمنى تعملوني بمثل. الشغلة التانية انه انا طلعت هيك لقلكن انه العهر بالفكر ومش باللبس. شو من هذا الخد اللي عاملة ازمة؟ شو شفتوا؟ بتروحوا على البحر بكون الكل لابسين مايوهات، بتمرق مرة لابسة شورت، طلعوا بالمرة اللي لابسة شورت. مجتمعنا شرقي سخيف وسطحي. اللي بدي اياه منكم تعرفوا انه انا انسان عادي واقل، عندي جمهور محب، ثقافته بتوازي عندي مليارات الناس اللي مش مثقفة وشايفة حالي في قد الدنيا. حبيتوا تتابعوني باحترام، اهلا وسهلا فيكم. ما حبيتوا رجاء ابعدوا عني لانه انا ما